الرحمن الرحيم. أنا أبو أحمد عبيهاي سهر محمد سعيد وكتري شفضاني بضان شفضان أنا أبو عافي ماضي محيي إن بضان حنوك هيك لسهر ويان تقير تقاتير بضان أما دير كسيتها حتى يقال بردها حتى يبرعتها مدى لور سنة ديرا إن إلى محيي لور يتمسن وحنا أفصح حمسان إسا وشفوين لقيه ومحيي دكتر لقيه ومحيي مربع معنا وحان جرين لبشيلي وحن عافي ماضي شفضان وهايستو إلى فتش سعيد مريه الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن شفة الرحمن وحليه هاي ومدة إلهي جي وحبك إلهي عافي وحام حيد بالغبانة إلهي يجنا حسي عاف ما سريعنا ما كوحليه هاي تدك بناء ذنك إم عراشق عبد الرحمن في لقاديني إلهي محيد أحمد شق نواص ودريد في يجلي باتس ناين تاسون عاشق السن يقول أول بمعنى كتير هب صاره شيخ إلى هاي نواص وليح مريع عاف ماتك وحليه محيد ذك في لقاديني وين في لقاديك توتية ومعنا وخيالها عاسق كوار أي معنا أي توتية أنا وهذا من هاي تدك يشوف أبو عاف ماذا إن معنا شخصي أهان سهرها وحن كأم سنة هاي تدك شيخ في لقاديني إلى يهين تدك اللي باتس المسلمين توبي سنة الدين تلين عمصن إيان سليه مركا وحن ليه شيخ وين في لقاديك دك توتية تدك المسلمين تا إلهي بيقر قارية معنا محيتي ومحيتي ونن إلهي مسلم كو صادرة وهذا الشيخ هذا يابيسي ومدة قتل عصام إياك كالي سوء قوة ذكر قارية مركا وحن ليه علي مضان تي هالكن هرقيسي بالبركة صباغة يا لمحيتي سي خلاد وددك بدا وينية ياك عانتا وبنية قال لك دكتركا وينو قلنا ودوما كسيو بيوقل ياك كعانتا ما بكا قتابتا ما قراتي مركا دوما ودا إلهي درتي بودا وينية معنا وصفهم جاء دكا مولاها وحن ليه يدين كارا إلهي يدين ته هيدين كسي هنونيو أول وحن يدين هيستي الشيخيو معنا عطتك دي هنونين اللي شيخي واوين حد السي واحد نوار عنا دفع يقعد لبعض السنة معنا دي لبت صامرتي إنا بدهين تطك دي نوع بعضك معنا حقا فهن سنة إن الدولية إن لبعض دا عم سكن ونانو مركا واحد ليه إلا هيا فتش ساعي مري أنا بو واحد عنا يطلق آدي آدو عاف ماذا إنت بضلنا أحب فان سعودك أنا شخي السن أو خبق بسن إلا هيا شخي فضا إيو يسعو لح مري عاف ماد سريعا وانا قولتنا أنا جاي غير كيبة وحاجلته dadka ka been sanaya inaan shuuq xubo qaban waxa dhacday maalin maalmaha kamid aan ciyaar ku jiro waxaan sanaya oo ugu jiro kuwa walaalahay oo ku jiro oo laymida oo caamiye indhaha ahaa inay intee ugu dilaaceen dadka miyey waalan yihiin muuxwaane maqlayn macnaha muuxbeen ka daadegayn miyaane macnaha fahansanayn sida wuxuu ku dabiibayaa quraanka ilaahay quraanka ilaahayna dee ilaahay caafimaad u soo dhex mariyay bariyada ilaahay ilaahay baana macnaha maqshar nooga soo dhigay kuwa caamiye ahaa 12 sano ayaa intee ugu dilaaceen oonu ku cimri qaadanay marka waxaan leenahay kuwa kale walaalahay jooga meelahan deedinkuna ku cimri qaata inaan sheekhan macna waxeetay wax baadil wado wax qawdo inuu mustan kala soo gudo dabiibayo inuu maxayatay diinteena maxamed ahaa meeday uu ku hoggaaminayo kuwa aan diin kale haysan marka kuwa kale badeenayay le macna waxaan wada wax kala wada waxaan leeyahay aflagaadada ka joojiya sheekha sheekha oo maasir lahayn oo soo diray anigu waxaan qofta boqol kuwa boqol oo ku caafimaada ilaahayna way soo dhexmaray maanta oo fayaan baan waxaan qabaanaa ma jirto dhowr sanana waxaan qof iska mucsar oo kala guriga ku jira oo layga saar kan way oo hadii shaqo la isoo oo hadii wax ka samaysoo guriga fadhida sariirta ka in karin maanta aan dewaaniga ay aragtaan oo shaqaysanaya marka waxa leeyahay walaalahay ku cimri qaata oo shaqo Cabdiraxmaan di ka daaya aflagaadada marka aniga ilaahay caafimaad deega siiyo kuwa ku jira ilaahay caafimaad ka siiyo kuwa oo socdaana caafimaad ka siiyo usna ilaahay ka tusaa maray ci salaa khair usaga iyo badala shaqaysaba وحليه إلى خيرية تسعى الله مريم